فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: نحن في بلاد الكفار ولدينا محلات هناك، هل يجوز لنا أن نؤجرها على من يبيع أطعمة ويغلب على ظننا أنهم سيبيعون أطعمة محرمة؟ إذا علمتم أو غلب على ظنكم أنهم يبيعون فيها أطعمة محرمة فلا يجوز لكم تأجيرها لهم، لأنكم عرفتم هذا تأجير محرم. التأجير لاستعمال محرم لا يجوز، الأجر حرام، استعمال محرم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.